السيد النائب البرلماني رئيس المجلس الجماعي، السيد رئيس جهة سوس لسا، السيد رئيس غرفة السلع التقليدية بجهة سوس لسا، السيد رؤساء المصالح المدنية والعسكرية، باسم جمعية ميزان الفكرة نرحب بسادة أعضاء الوفد الرسمي. إذن على بركة الله نتشرف سيادة معالي كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بقصة شريط معرض تلزار للفكرة في نسخته التاسعة. هذا الشكر موصول لكل السلطات المحلية، الشكر موصول لجمعية تلزار للفكرة وكل فعاليات المجتمع المدني. النشيط في معرض الفكرة مهرجان تلزار للفكرة في نسخته التاسعة تحت شعار مهرجان تلزار هوية إبداع وتنمية. جمعية تلزار للفكرة بسبع أعضاء الوفد الرسمي في مقدمة معالي كاتبة الدولة. Thank you.
معية أعضاء الوفد المصري في الدورة التاسعة.